نحن عندنا 15 نايب او 14، وعنده 13 هلا بعد جان تالوزيان قد ايه صار؟ 13 ليش وعنده فصلتوه؟ 12. ما فصلني؟ لا ما فصل، لا مش لا مزبوط. برجع بقول لك طب ايه، بس ما في كمان، ما في واحد يكون بتكتل بس مشان يتصور معه وقت بيكون في قرارات مصيريه بيعم بيصوت على ذوقه. اي تكتل هذا بيكون؟ وقت الرئيس بري صوت لإله سيزار معلوف نائب. برجع بقول لك وقتها كنا بعدنا مبلشين، والرئيس بري كمان زيت الموضوع. ايوه اصلا ما مرق على خير عنا، بالنسبه لنا ما مرق على خير، يعني ما بنحب ابدا يتكرر اللي صار. ايوه ما بدنا يتكرر. يعني الزميل فادي بيقول انه لما انا انفردت بقراري وصوت للاستاذ نبيه بري رئيس المجلس، ما مرقت هيك مرور الكرام، وكان في يعني ما كنت عم بحضر الحلقه بس حسب ما خبروني، بتمنى التوضيح منه يعني كيف يعني ما مرقت مرور الكرام او ما مرقت هيك القصه. اتمنى هيك التوضيح لو سمحتي. تفضل التوضيح لنائب فادي سعد، قلت انه لم تمر مرور الكرام. كيفك سيزار؟ لا انا بقول ايه، ما يعني ما بيمرق، لك ما بيمرق تفرد نايب بتكتل بقرار له علاقه بالمجموعه. على قلبنا، انا كثير صريح، ما بخبي، لما بيكون احنا مجموعه عم ناخذ قرارات، ايه ما كثير بنحب انه نايب يتفرد برايه. مش معناتها انه انا خبريت فصله مش فصله، مش هذا هو موضوعنا. انا بعتبر هو النايب ما بحس حاله بينتمي لمجموعه، هو اللي بقرر شو بده يعمل. بقى بس هو النايب يا فادي، انا ما قلت ما بدي اعمل سجل، اكيد مش هو محل سيزار. نحن معروف نتناقش انا وياك، انا هذا رايي يعني بموضوع ما حكيت عنك بالتحديد. بتحكي انا عن حالك، ما بتحكي عني لو سمحت. ما حكيت عنك انا بالتحديد كرام. سيزار، لانه ماني تلميذ مدرسي انا، لا عندك ولا عند ما غيرك. حكيت احترامي عنك لك وللتكتل. ما بعرف شو وصلوا لك اليوم، ما بعرف شو وصلوا لك. رجع راجع الحلقه لو بس سمحت، اكيد مش تحكي عن للسجل. حالك ما تحكي عن غيرك. انت عم تحكي اليوم بموضوع مختلف، انتخاب الرئيس بري شائع، انتخاب رئيس الحكومه اليوم الجو بين رئيس الحكومه والقوات هو بالسياسه في عندنا خلافات. انا التزمت بقرار التكتل، كان رايي يجي الاصيل مش الوكيل. هيدا كان رايك هون حتى بمقابله قلت سعاده نائب، صح؟ صح، وانا دائما مع الاصيل مش مع الوكيل، ولكن لما بكون في خلاف بالسياسه بين تيار المستقبل والقوات بكون انا اكثر واحد قواتي على الطاوله. لما انتخبت الرئيس بري يا فادي، انت كنت باللقاء، انا عملت مداخله نص ساعه، والدكتور جعجع هو اللي قال 14 نائب ورقه بيضاء باستثناء النائب ايسر معروف بده يصوت للرئيس بري، وهو ما انزعج. انت عشو مزعوج هالقد؟ ما بعرف، مش مزعوج هالقد، ما بعرف شو وصلوا لك. عم بقول لك، لا هو عم بيقول انه ليش قلت لم يمر مرور الكرام، هيدي الكلمه. انا يعني بالنسبه لي لانه هالموديل هالنموذج، انا بالنسبه لي التكتلات نحن بتكون التكتل يا تكتلات فادي، واضحه، يعني نحن مش بحزب. ما عم بتناول النائب معلوف، بيعرف معزته يعني. يا فادي يا حبيبي، انا لم يحزبي ولا بملك بطاقه قوات ولا ماضي تعهد بالتكتل. انا مقتنع مطرح ما انا موجود على طاوله القوات والي الشرف، قعدتي الشعبيه بزحلي هيك بدها، بس مش معناتها اكون موظف. انا شو بتقول التكتل بدي امشي ما حدا معه. موظف يا انا سيزار، انا بتمنى ما نكفي هالسجال يا سيزار، لانه ما حدا منا موظف عند حدا حبيبي. يعني هي فكره الوظيفه والتلميذ، ما حدا منا، انت بتعرف ارائك هي، هذا رايي. انت منا موضوع سجال، يعني بتمنى نوقف هالسجال على الاعلام ونحكي على رواق بالموضوع. ما بدي اتمنى لك حضرتك ما عادش تحكي، ما بعرف شو مخبرينك، ما قلت يعني ما بقى تكفي ترجع بالاسلوب. تسلم لي. ماشي مش هذا الجو. ما بعرف شو خبروك اليوم الصبح على وين رجعنا الحلقة. هيدي لم يمر مرور الكرام، هل اللي قلتها يعني؟ ما خبروه يعني اكثريتنا، ما مر، هذا رايي يعني.